طب يا ولاد، النهارده هناخد البروبارتيز بتاعه المودرن بريودك تيبل. طبعا انا خلاص ادي اهو قدامي المودرن بريودك تيبل، عرفت ان طالما دول انا بسميهم جروب، تمام، اما لو هما جنب بعض بسميهم بريود. عشان كده سميت الجدول اللي هو بريودك تيبل الجدول الدوري. طب يا ميس، احنا عايزين نعرف هو ليه متلون كده وليه متقسم التقسيمه دي. الجدول أولا متقسم لي لثلاث حاجات. أول حاجة ده الليفت، تمام، في element عندي هنا في الشمال و element في اليمين left و right، وبعدين في element في الميدل وفي element تحت. يعني عندي أربعة جروب يا ولاد. يبقى أنا عندي دلوقتي ال element أنا قسمتهم لأربعة. طيب بنسميهم ايه؟ بسميهم الاربعه دول ايه؟ جروب ولا بيريود ولا ايه؟ قال لي لا، قال لي خلاص انا عرفت ان الجروب هو الجزء اللي واقف ده، والبيريود الجزء اللي نايم ده او اللي مترتب جنب بعضه هوريزونتال. خلاص طيب، امال احنا الالوان دي هنسميها ايه؟ قل هنسميها بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني مجموعه جنب بعض. طيب هل يا مس الأربعة اللي أنت قلتي لي عليهم دول هل هم نفس البروبارتس؟ أيوه، يعني اللون البينك دول نفس البروبارتس، هم شبه بعض، عشان كده حطيتهم في بلوك مع بعض. نيجي للون اليلو برضو نفس الموضوع، والجرين نفس الموضوع، والبلو نفس الموضوع. هندرس كل بلوك من دول دلوقتي، هنقول اسمه، هنقول البروبارتس بتاعته، هنقول متقسمين لإيه في الجروب. خلي بالكو أنا عندي البلوك كبير أهو، فيه اتنين جروب، يعني الجروب البينك ده في اتنين جروب اهو، ادي 1 وادي 2. البلوك اليلو ده في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في 10. الجروب الجرين في 6، ماشي يا ولاد، في 6 جروب. هناخد دلوقتي كل واحد فيهم ايه هي البروبارس بتاعته وعنده كام جروب. هنبدأ بأول حاجة الاس بلوك. فين يا مس الاس بلوك؟ انت لخبطتينا. الاس بلوك ده يا ولاد هو اللي لونه بينك اهو. يبقى انا عندي اللي مش فاهم اي حاجه يوقفني يا حبايبي. عندي المودرن بريدك تيبل لي فور بلوك. اول بلوك بسميه اس بلوك. طيب الاس بلوك ده موجود فين؟ انا لسه موريه لكم على الجدول. موجود اون ذا رايت ولا اون ذا ليفت؟ في الليفت سايد ولا في الرايت سايد؟ left side في الليفت سايد. برافو عليكم، يبقى هو it is located on the left side. جميل. طيب هو بيتكون من كام جروب؟ ادي اهم مين يعد لي الاست بلوك ده، احنا خلاص دول كده سميناهم است بلوك، فيهم كام جروب؟ two groups تو جروب، تمام، برافو عليكم، تو جروب. اول جروب سميته 1A، تاني جروب سميته 2A. خلاص 1A و2A ده في التراديشنال، يعني زمان او الجدول الدولي التقليدي بتاع زمان كان 1A و2A، اما في المودرن قلنا 1 و2 بس. طيب نيجي ليه اللي احنا بقى خدنا ايه الليفت، تيجي ناخد الرايت. لو جينا بصينا على الرايت يا ولاد اللي هم لونهم جرين اهو، دول سميتهم البي بلوك. سميتهم ايه؟ بي بلوك اهو بي بلوك. طيب البي بلوك دول يا ولاد اون ذا رايت ولا اون ذا ليفت؟ right side رايت. رايت. طيب عندهم كام جروب؟ 6 6. 6. برافو عليكم. طيب هم برضو ال 6 جروب دول برضو بحط لهم رقم ايه؟ يعني في التراديشنال في التقليدي هقول، طبعا انا مبتدئيه، لو انتوا واخدين بالكم من البريودك تيبل اهو، اخدت بالكم ان هنا 1، خدتوا بالكم من اللي انا حطاه الاحمر، لقيت ان انا مفيش اي حاجه جنبه جنبه لغايه ما رحت لللفت، لقيت ان هنا 2 وبعدين هنا 3 4 وبعدين هبدا 5 6 7 8 9 10، عشان هنا مفيش حاجه. البريودك ده نمبر 2 في النص مفيش element، تمام. تمام. الحمد لله، سوري. يبقى انا عندي البي بلوك بيتكون لي من 6 جروب. الستة جروب بيبتدوا من 3A 3A 4A 5A 6A 7A 0 جروب.
ده في التراديشنال. طيب في الجديد اللي بيتكون من ال 13 13 14 14 15 16 17 18. خلي بالكم يا اولاد ان المجموعه 18 هي المجموعه زيرو جروب. وطبعا احنا عارفين ان هو طالما قلت انها زيرو جروب دول النوبل جازز، النوبل جازز، فما نتلخبطش. تمام، يبقى لما يجي يسالني سؤال يقول لي هو النوبل جازز في انهي بلوك، اس بلوك ولا بي بلوك؟ بي بلوك. بي بلوك. تمام، يجي يسالني سؤال تاني ممكن بطريقه تانية يقول لي هو النوبل جازز اون ذا رايت ولا اون ذا ليفت؟ رايت سايد. رايت رايت سايد، برافو عليكم. طيب احنا لسه دلوقتي بنوصف كل واحد فيهم فقط لا غير. نيجي ناخد البلوك رقم 3 اللي هي الدي بلوك. الدي بلوك دول الاليمنتس الموجودين في الميدل في النص. مش هقدر اقول ان هم رايت ومش هقدر اقول ان هم ليفت، عشان كده قلت ان هم ميدل. ودول الاليمنت الموجودين ما بين الاس بلوك والبي بلوك. يعني انا ممكن يقول لي هو مكانهم فين، يا اما اقول له ما بين الاس بلوك والبي بلوك، يا اما اقول له ان هم ميدل ان ذا بريودك تيبل في النص. طيب جميل. طيب بيتكون لي من كام جروب؟ من 10 10، من 10 جروب. طيب طالما هم في النص، هل هم بقى البروبارتيز بتاعتهم تبع الاس بلوك ولا تبع البي بلوك، ولا هم في النص ما لهمش علاقه؟ قال لي لا، قال البروبارتيز بتاعتهم هم في النص ما لهمش علاقه بلا بده ولا بده، عشان كده بسميهم ترانزيشنال elements. هناخدها بعدين، العناصر الانتقالية بسميها transitional elements. جميل، يبقى أنا خلاص عرفت إن دي بلوك فيها 10 جروب. خلاص طيب تعالي يا تيتشر كده نشوف ال 10 جروب بتاعنا أهو. لقيت إن أنا بيبتدي بال 3B. خدت بالك إن هو غير لي بقى الليتر. أنا كنت في إيه؟ الاس والبي بلوك. الاس والبي بلوك انا كنت بتكلم عن ايه؟ 1A 2A و3A 4A 5A 6A 7A 0. جيت اتكلمت بقى دلوقتي عن الدي بلوك، لقيت ان هم بيتكونوا من 10 جروب وهبتدي من اول 3. طب يا مس في حد بيبتدي من اول 3؟ قال لي لا، قال لي هنا ملخبط شويه. لو خدت بالكم ان انا عندي 3 4 5 6 7 8 1 2، خدت بالكم؟ هو طبعا هما ال 1 بي وال 2 بي حطهم في الاخر عشان بس اللي هما البروبرز بتاعتهم بتبقى شبه بعض وهما موجودين في الاخر معانا، وعشان برضو ما يضطرش ان هو يغير الاتوميك نمبر. ما احنا ماشيين بالاتوميك نمبر. لو جيتوا بصيتوا هتلاقي مثلا ده 21، ده 22 23 24 25 26، فما ينفعش ان انا اجيب في الاخر احطهم في الاول. يبقى تاني الدي بلوك عندي معلومتين مهمين ليهم، ان هما بيبتدوا بال 3 بي خلاص، ما بيبتدوش بال1، بينتهي ب1 بي و2 بي. طيب تاني معلومة مهمة، ان الجروب نمبر 8 ده في التراديشنال يا ولاد، في التقليدي، ان الجروب نمبر 8 في 3 جروب. يعني ايه؟ يعني الثلاثة دول مسمينهم 8 8 بي. ده في القديم. طيب في الجديد يا مس، في المودرن بقى، لان المودرن ده كده متلخبطين، ازاي هنبتدي من 3 وبعدين نقول 4 و5 و6 و7 و8 وبعدين نقول 1 و2؟ فلا، في المودرن بقى قلنا خلاص هنبتدي من اول 3 عادي ونكمل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فخلي بالكم ان ال 8 وال 9 وال 10 دول مع ال 8 بي. خلاص يا ولاد؟ واحنا قلنا ان الدي بلوك بسميها ايه؟ ترانزيشنال اليمنت. نيجي عند اخر بلوك عندنا اللي هو الاف بلوك. طيب هو الاف بلوك موجود فين؟ اهو الجدول بتاعنا، اهو الاف بلوك فين؟ تحت اهو، اهو ده الاف بلوك. طيب طالما موجود تحت هقول له ايه؟ هقول له بلو ذا اندر، اقول له اندر جراوند بريودك تيبل. طيب هو بيكون من ايه؟ قال لي هو بيكون من تو هوريزونتال، وهو بيكون من اللانسينيدات والاكتينيدات. اول بريودك ده بسميه لانسينيدات، واللي تحتيه بسميه اكتينيدات. خلاص يا شباب، اوكي.
نرجع تاني نعيد على اللي احنا قلناه عشان ما نتلخبطش، بس هنعيد عليه على الايه، التيبل نفسه. هناخد بالدور عشان كل واحد يقول لي. يلا نبتدي بالطول. شايفين الجدول اللي قدامكم، البريودك تيبل؟ يس تيتشر. يلا يا بتول قولي لي، المودرن بريودك تيبل بيتقسم لكام بلوك؟ 4 بلوكس. فور بلوكس. تمام. يلا يا سيف قول لي ايه هما الفور بلوكس. ال اس بلوك وال دي بلوك وال بي بلوك بي بلوك وال اف بلوك. تمام شاطر. يلا يا تيم نعم. قول لي ايه هي البروبارتس بتاعت الاس بلوك. الاس بلوك ده اول حاجة موجود فين؟ Located on the left side of برافو. the table and left consists side. of two groups. هو بيتكون من two group اللي هما اسمهم ايه بقى؟ ال two group ال 1A و 2A. 1A و 2A، او اقول له 1 و 2. طيب يلا يا آية. نعم يا مدام. يلا تعالي بقى انت تكلمي لي على البي بلوك. is located on the right side. It is consists of 8 groups. جميل. والاس جروب بيبتدوا من ايه؟ يلا الهم بيتكوني من اول 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ من أول 3. 3. يبقى انت طب 3A ولا B ولا F ولا ايه بالظبط؟ نبدأ من 3A. تمام. والأرقام بتبدأ من 13. طيب في معلومة مهمة جدا انت ما قلتهاليش، هي فيها جروب مهمة في الآخر اسمها ايه؟ الزيرو جروب اللي هو نفسه ال 18. الزيرو جروب اللي هو ال 18، وده اللي بيبقى موجود فيه النوبل جازز. يلا يا بتول. يا تيتشر. يلا تعالي بقى انت يا بتول، هي زميلتك دلوقتي قالت البي بلوك، تعالي انت بقى قولي لي الدي بلوك. Okay. اولا البوزيشن بتاعه. It's a D block. It's it is located in the middle of the periodic table, where it consists of 10 groups, where all groups of D block take letter B, except group 8, which consists of 3 vertical. Teacher, حضرتك معايا؟ ايوه معاك يا حبيبي. تمام. بيبقى انا بسميهم ترانزيشنال، وهم بيكونوا من تان جروب وهم في الميدل. طيب نيجي نسأل مين تاني. يلا يا تيم اخر بلوك تمام. عندنا اسمهم ايه؟ الامس اخر بلوك. الاف بلوك طب بيتكونوا من ايه الاف بلوك دول؟ بيتكونوا من تو هوزيتال سيريال اللي هي لاسنيدس واكتر. اللانسنيدات والاكتينيدات. جميل. جميل يا ولاد. يبقى انا دلوقتي انا اخدت التقسيمه بتاعتهم او الشكل العام اللي هو عاملهولي. طب يا تيتشر احنا هندرس ايه تاني بقى في الليسون بتاع النهارده؟ قال لي انا بعد ما اخدت ان هما بيكونوا من فور بلوك، لازم ان انا هراجع على كذا حاجه قديمه، كذا حاجه قديمه كنا واخدينها مع بعض. ثواني يا ولاد عشان زميلتكم داخله ملك. أهلا ملك. ملك ما حضرتك سامعيني؟ دخل السيشن متأخر ليه؟ كان اللينك مش موجود عندي. يا على فكرة أنا بعت اللينك الساعة 8 الصبح وقبلها كمان. والله على الجروب ما كانش فيه حاجة. يا حبيبتي عملت لك منشن فيه، بعتيني اللينكات بتاعت اليوم كله. الساعة 8 عندك شايف اللينك بتاعه اهو، الساعة من 9 عندك مش عارفة ايه اللينك بتاعه اهو. يلا مش مشكلة، هقول لك على السريع اللي احنا قلناه عشان تعرفي تكملي معانا.
احنا النهارده ما اخدناش غير ايه هو شكل البريدكت تيبل. قلنا ان هو بيتكون من فور بلوك. اول بلوك اللي هو ده سميته الاس بلوك، وده اسمه بي بلوك، وده اسمه زي بلوك، واللي تحت اسمه اف بلوك. طيب عملت ايه يا تيتشر من ساعه ما انا كنت الصبح؟ والله هقول مكان كل واحد فيهم بيتكون من كام جروب وايه الصفات بتاعته. فالاس بلوك قلت ان هو اون ذا ليفت، ما هو اهو اون ذا ليفت بوزيشن ان ذا بريودك تيبل. طيب البي بلوك لا، هقول له ان ذا رايت بوزيشن ان ذا بريودك تيبل. طيب الزي بلوك هقول له ان ذا ميدل اوف ذا بريودك تيبل. طيب الاف بلوك هقول له ات ذا اندر اوف ذا بريودك تيبل. طب نيجي نتكلم على الاس بلوك، قلت ان هو بيكون من 2 جروب، اما البي بلوك بيكون من 6 جروب، اما الدي بلوك بيكون من 10 جروب، اما الاف بلوك بيكون من 2 بريد اللي هم اللانسينيدات والاكسينيدات. خلاص معايا يا ملك؟ تمام يا مس. تمام. دلوقتي هنراجع على كذا حاجة أخدناها زمان عشان نفتكر، عشان نعرف نكمل بقية السيشن بتاعتنا. أول حاجة فاكرين يا ولاد الأتوميك نمبر؟ يا شباب لما أي كنت بقول إن أنا عندي مثلا كالسيوم 20، طبعا احنا عارفين ان السي اي ده رمز الكالسيوم، والرقم اللي تحت اللي بيتكتب ده بيبقى الاتوميك نمبر. مش احنا اخدنا قبل كده ان الاتوميك نمبر هو هو الالكترونز نمبر، هو هو نمبرز اوف ذا بروتون، صح؟ Yes. جميل. طيب نراجع على حاجة تانية، فاكرين المين انرجي ليفل اللي هو الكي والال والام والان؟ تمام. فاكرينهم بقى ان احنا كنا بنملاهم ازاي بالالكترون؟ كان الكي بياخد، كان عندي قاعده كده كانت مكتوبه عندي اللي هو لما انا عايزه اعرف هو بياخد كام الكترون لو سالني، فبقول ان هو 2n باور 2. يعني ايه؟ يعني الان ده هو النمبرز اوف ذا ليفل، يعني مثلا الكي نمبر 1 فهقول له 2 باي 1 باور 1، فهقول 2 باي 1 ايكوال 2، يعني كي بياخد 2 الكترون. تمام. طيب نيجي عند ال، ال ده ده ليفل 2، فهقول 2 باي 2 باور 2، هلاقي ان ال بي 8 الكترون، فال ال بيتملي ب 8 الكترون. طيب نيجي عند الام، الام لا ده 3، فهلاقي ان هو بيتملي ب 18، الام ب 18 الكترون. طيب نيجي عند الان اللي هو اخر ليفل عندنا بنعمله، هلاقي لا ده هنا مش هحط بقى 3، هنا هحط 4 باور 2، فهلاقي ان هو بيتكون لي من 3 2 30 2 الكترون. يبقى دول النمبرز اوف الكترون اللي المفروض، اللي المفروض خدتوا بالكم من كلمه المفروض بملى بيها الانرجي ليفل. طيب ده نظريا، اما علميا علميا انا بملاهم ازاي؟ يعني بحط هنا 2 وهنا بحط 8 وهنا بحط 16 وهنا بحط 32. انتوا فاكرين ان احنا كنا بنعمل كده؟ لا لا، هو ده بس نظريا ان المفروض الليفل ياخد 16 و32، بس احنا علميا فانا ما بعملهاش كده. انا بملى الكي بيتحط ب 2 الكترون، ال بياخد 8 الكترون، الام بياخد 8 الكترون، والان بياخد 8 الكترون. ليه؟ عشان اخلي الاتوميك بتاعتي ستيبل. دي اول بوينت. طب يا تيتشر ينفع انقل للمستوى اللي بعد كده الليفلز 2 من قبل ما املى الليفلز 1؟ يعني انقل املى ال قبل الكي؟ قال لي لا، قال لي انا بمشي السب ستب ليفل ليفل، الكي الاول املاه وبعدين انقل الليفل اللي بعديه اللي هو ال، اتملى ولسه عندي الكترون هدخل في الام. لسه معايا الكترون هدخل في الان لغايه ما اخلص الالكترونز بتاعتي كلها. ما ينفعش انقل على ليفلز هاي انرجي وانا معيش. خلاص يا شباب افتكرتوا الكلام ده؟ احنا كنا واخدينه السنه اللي فاتت. افتكرتوا ازاي بوزع الالكترونز؟ تاني عشان نطبق. طيب
هنطبق الاول التوزيع وبعدين هقول لكم الانفورميشن الجديده اللي احنا هناخدها. انا كل ده بعمل لكم ريفيجن على السنه اللي فاتت. طيب مين حابب يوزع لي الام جي 12؟ يلا مين هيوزعها لي؟ معاكم قلم على البورد يا ولاد؟ أميس انا هوزع لكم دلوقتي ولا انا اشتغل الاول اول اكزامبل وبعدين اخليكم انتوا تجاوبوا؟ تمام. بس لو ممكن انا هتدفع أوضحها، عادي ايه ممكن أوضحها. ماشي يا بتول، بس استني عشان لسه عايزه اشرح حته جديده. ماشي خلاص عشان انا بعد ما هوزعها هشرح حته جديده. دلوقتي يا اولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله يا تيتشر انا هوزع دلوقتي الام جي زي ما انا كنت واخداها زمان، يعني هحط الاول الكي اهي، ادي ليفل كي هقول ان هو 2. طيب باقي كام من 12؟ لسه معايا، احط في ال 8 كده بقى معايا 10، لسه معايا 2 كي ال ام. فانا خلاص وصلت لليفل ام وحطيت فيه بقيه الالكترونز بتاعتي، خلاص بقى معايا 2 وات و2. طب يا تيتشر ده التوزيع اللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت معقول مش هناخد حاجه جديده معاه؟ قال لي لا، قال لي احنا بنتكلم على البريودك تيبل يا تيتشر. ولما نيجي نتكلم عن البريودك تيبل قال لي ايه بقى؟ قال لي نمبرز اوف ذا ليفل انرجي، عدد الليفلز انرجي اللي هم دول، يعني انا مليت كام مستوى يا اولاد؟ مليت كام انرجي ليفل؟ انرجي ليفل 3 صح؟ ادي 1 2 3 صح يا اولاد ولا ايه؟ فعندي النمبرز اوف ذا انرجي ليفل دول هم البريودك نمبر بتاعت الاليمنت. يعني والله انا هقول له انا كده ده في البريودك نمبر رقم 3، يبقى هو في البريودك رقم 3 خلاص، يبقى البريد بتاعته رقم 3. طيب الجروب بتاعه هعرفه منين يا تيتشر؟ قال لي الجروب بتاع النمبر هعرفه باخر ليفل فيه كام الكترون، يعني انا عندي الام ده اخر ليفل صح؟ الاوتر موست انرجي ليفل اهو، الام فيه كام؟ فيه 2، فده كده يبقى في الجروب رقم 2. تاني اخر اوتر موست انرجي ليفل هشوف فيه كام الكترون واقول له ان ده تبع الجروب. طيب عدد الليفل انرجي هي دي تبع البريو، يبقى انا هو الاليمنت ده هقول له ان الام جي محطوط فين في البريودك تيبل، هقول له محطوط في البريود رقم 3 والجروب رقم 2 خلاص يا شباب. في الحتة دي بس. تمام. الصوت كان مقفول ولا ايه؟ انا صوتي كان مقفول؟ لا لا يمس. بس تاني يا ولاد تاني، يبقى عدد الانرجي ليفل هو عدد البريود، اما الاوتر موست انرجي ليفل فيه كام الكترون دي عدد الجروب الموجود فيه الاليمنت. طيب نيجي نبص كده على الجدول الدوري عشان تفهموا اكتر. انا دلوقتي لما جيت وزعت قلت لكم ان الام جي في الجروب رقم 2 في البريود رقم 3. طيب نيجي نشوف. هو قال لي ايه؟ الجروب رقم 2، فين الجروب رقم 2؟ معايا شباب على البريودك أي مس اهو، مش ده الجروب رقم 2؟ أي 2 ايه؟ هقول ان هو اهو 2 ايه. طيب البريود بقى انا كتبت ان هو رقم 3 جبته من التوزيع. طب نيجي نشوف، ادي 1 ادي اول جروب، تاني جروب، تاني جروب اهو، ادي الام جي. شفتوا الام جي يا ولاد؟ أي مس عرفتوا جبتها ازاي؟ هو هنا يعني يا مس هيجي على الانرجي الاكسبريشن ليفل بتاعي الموجود بالظبط. هناخد اكسرسايز تاني هحل معاكم واحد دلوقتي، انا اللي هحله برضو تاني وانتوا هخليكوا تحلوا قدامي، ولا حد حابب يحل معايا؟ حابين تحلوا معايا نحل ولا معاك ايه؟ يا مس بالظبط ايه ايه بالظبط هنكتب element تاني ب atomic number وهتقولوا لي هتوزعوه وتقولوا لي هو مكانه فين. طب انا مش اعيد تاني، عادي تاني مس ماشي يا حبايبي. نيجي ناخد exercise بقى مختلف، مش هاخد نفس ال element، هاخد حاجة تانية. لو جه هنا هاخد مثلا الكالسيوم 20. عايزة حد يوزعه معايا، أظن التوزيع احنا عارفينه كلنا. مين هيتطوع ويوزع معايا؟ يلا يا بتقول عشان انت كنت قايلة عايزة توزعي.
عايز يلا وزع. تمشي. أول حاجة تو، الكي قول ان هو في 2، وبعدين إيت، ال 8، وبعدين وبعدين برضو إيت، وبعدين 8، وبعدين آخر حاجة ميس تو. وبعدين اخر حاجة 2. طيب انا المفروض ان انا اقول له هو في الجروب رقم ايه وفي البيريود رقم ايه، مين حابب يعمل، مين اللي هيقول لي الجروب بتاع الكالسيوم رقمه ايه؟ علي صوتك بس. أنا الجروب بجيبها منين؟ الجروب هتبقى من اللي هو الان من الالكترونز اخر بتاعته. اخر انرجي ليفل. الجروب بجيبها من اخر انرجي ليفل. اخر انرجي ليفل فيه كام الكترون يا اولاد؟ تو علي تو في 2، يبقى انا هقول له الجروب هنا 2A. جميل. طيب البريود بجيبها منين؟ طيب مس، ممكن سؤال؟ قولي يا حبيبي. ليه 2A مش 2B؟ عشان احنا لسه ده دلوقتي ادي اخر انرجي ليفل هو 2. أيوة، بس ليه A مش B؟ بص يا كوكي، بي لسه هناخدها دلوقتي، لسه هناخدها بعدين. انا دلوقتي لسه باخد الاس بلوك والبي بلوك. اما الايه، لو انت خدت بالك ان هنا الارقام بتاعتي كبيره، هديكي مثلا مثال تاني عشان تشوفي الفرق. بيبقى ترانزيشنال، يعني عناصر انتقاليه. لما انا هاجي مثلا هوزع مثلا عنصر زي عنصر السي يو 28، هلاقي ان هو مختلف شويه. او الاف في الاف اي 24، ادي اهو اف اي 24. هلاقي لما جيت وزعت ادي الكي 2 8 8، ماشي كده 10، كده باقي كام؟ حبايبي أنا مش كاتبة أربعة. كده بقى 4. متأكدين؟ بتعرفوا شو تحسبوا ورايا ولا هو لا؟ ورا كام؟ كان 24 صح؟ 24، 2، أنا 8، ست 8، 6، صح؟ أهو، خدتي بالك إن أنا عندي هنا 6؟ يا شباب معايا؟ ايوه، بس يعني انا رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 هلاقيهم في البي جروب، سوري الاس جروب والبي جروب. الترانزيشنال لسه، بصي اصبري عليا اما انتوا تتمكنوا من الموضوع ده، وبعدين هقول لكم هي 2A و2B عشان احنا لسه هنا. عشان لو انت خدتي بالك ان ده من الاليمنتس الميتاليك، والميتاليك انا عارفه ان هو بيفقد. يا اولاد لو اخدتوا بالكم من الجدول الدوري اهو البريودك تيبل، همسح خالص اللي انا وزعته، هلاقي ان على اليمين ده هما الميتاليك اللي كانوا المفروض بيفقدوا، بيعملوا لوز ل1 او 2 او 3 الكترون ان ذا كيميكال رياكشن، يبقى دول بيفقدوا 1 او 2 او 3 او 4. خلاص. اما اللي على اليمين اللي اون ذا رايت ماشي. اللي لو هو قللت البي بلوك الكسر ده ندخل المفروض تاني. طيب هديكوا الشرسات عشان شكله كده هيقعدنا 8 دقايق. بس الكلمتين اللي انا عايزه اقوله. ميس بلوك، ممكن بس اروح الحمام اجي بسرعة؟ طب بصي ماشي. هو كده كده اللينك هيوصل يا دكتور، روحي خلاص. يعني مين تاني اللي حابب يسأل؟ خدتي بالك ان احنا كان عندنا 1A و2A وبعدين 3 4 5 6 7 0؟ يا ولاد ايوه ايوه، يا الله. طيب نيجي تاني، هناخد اكسرسايز تانية. هو انا طب مش احنا فاهم ازاي ايه مس ايه انا يا مش فاهم حبيبي ازاي جبنا الجروب نمبر. الجروب نمبر؟ الجروب نمبر هو النمبرز بتاع الالكترون الموجود في المستوى الاخير. يعني هحل معاك واحدة تاني دلوقتي.
عرفت انا مثلا الكالسيوم اهو، قلت ان هو 20، قلت ان هو وزعته 88 2 8 و8 وبعدين 2، لقيت ان اخر مستوى 2، فانا قلت ان الجروب بتاعي هو رقم 2 خلاص. وطالما هو بيفقد 2 الكترون فاكيد ان هو في 2A. ماشي يا شباب؟ طب ليه يا مس؟ طب ليه بتاع هنا؟ ليه في مثال الهيليوم مثلا برضو كتو وجايبين زيرو؟ لا 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 ثواني، فين الاتوم وجايبين زيرو؟ الاو في عايزك، عايز صفحة الاكسجين. 17. ناخد اكسرسايز تاني، مالكش دعوه دلوقتي، احنا لسه هناخد واحده واحده. انت عايز الاكسجين في اللي فوق صفحة 17 يا مس، صفحه ايه؟ 17. 17. انا تقريبا ترتيب الكتاب غير ترتيبك. طيب الاليمنت اسمه ايه او الرمز بتاعه ايه؟ ال HE2 ال HE2 HE. من ده. أيوة طيب ال HE ده